وفي هذه الأثناء هناك مظاهرة خرجت في مدينة البيضاء، وينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد شباح ليحدثنا تفاصيل أكثر. محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم محمد، حدثنا عن تفاصيل المظاهرة والمطالب الرئيسية. نعم، اليوم الجمعة، تعودنا الحقيقة أخي علي في كل جمعة تخرج مظاهرات ما بعد 7/2 رافضة لتمديد المؤتمر الوطني، ولكن الجديد ربما اليوم في هذه الجمعة في مدينة البيضاء هو التأييد الواضح خصوصا هنا في ساحة الشهداء للواء خليفة حفتر، مطالبين بتفويضه للجيش الليبي وتفويضه لرئاسة الأركان. هذا ما بدا واضح اليوم في ساحة الشهداء. منذ يومين تم توزيع، ومنذ 3 أيام تم توزيع مناشير تطالب بتفويض اللواء خليفة حفتر، وأيضا تطالب بالخروج اليوم بعد صلاة العصر في ساحة الشهداء، تطالب بهذه التظاهرة وتدعو لهذه التظاهرة هنا في مدينة البيضاء، موازاة برفضهم لتمديد المؤتمر الوطني العام. وهذه المطالب التي تأكدت وبدت جلية وواضحة للعيان خصوصا في مدينة البيضاء، وشاحات أيضا التي كانت حاضرة اليوم وتحضر في هذه المظاهرة، وأيضا بعض المناطق الأخرى أمثال جرنادا والفيدية وغيرها من المناطق المجاورة التي حضر البعض من شبابها إلى هنا اليوم منادين ومطالبين بتفويض اللواء خليفة حفتر، وأيضا بالإضافة إلى عقدهم لتمديد المؤتمر الوطني بطبيعة الحال كما تعودنا كل جمعة ما بعد 7/2. نعم محمد، أريد التأكيد فقط على سبب هذه المظاهرة، هل هو تأييد للواء خليفة حفتر أم بسبب الأوضاع الأمنية أم ماذا بالتحديد؟ نعم لو كنت سمعت السؤال جيدا، يعني الضوضاء من حولي لك. نعم طبيعة المظاهرة اليوم يعني واضحة أنها بصور لواء خليفة حفتر، أيضا بالإضافة إلى الشعارات يعني تطالب بالجيش الوطني والشرطة، بالإضافة أيضا إلى نقطة هامة جدا، أعتقد بأن ما حصل في بنغازي منذ يومين وخروج بعض المتظاهرين المحتقنين على مصافي بنغازي ودماء التي بدأت تسيل في بنغازي واحتفالات في جهة أخرى من ليبيا، أعتقد أنها سببت حراك كبير جدا في الشارع، وسببت حتى من خلال ما استقرأناه على الشارع البيضاوي خصوصا الحقيقة هناك احتقان كبير جدا لعدم وجود الأمن في مدينة بنغازي التي يعتبرها الكثير أنها هي عاصمة الثورة، وهي من خرجت وطالبت ونادت يعني حافظت حتى على هذه الثورة على مطالبها. اليوم الشارع البيضاوي يؤيد الحراك في مدينة بنغازي ويؤيد كل حراك رافض لتمديد المؤتمر الوطني، كما أيضا هم قلوبهم على ما يحدث في بنغازي ونادوا ويعني تسمع نداءات يعني لمدينة بنغازي وأيضا تأييدا لثواري أيضا أخي علي. نعم محمد، سألتك عن الأوضاع الأمنية، كيف يتم تأمين هذه المظاهرة وكيف هي الأوضاع الأمنية بشكل عام في البيضاء؟ نعم الأوضاع الأمنية في مدينة البيضاء، دعني أستهل ربما الخبر الأول للأوضاع الأمنية في مدينة البيضاء بيوم أمس. يوم أمس وصلت إلى مستشفى الثورة جثتان يعني متفحمتان لم يتم التعرف عليهم حتى الآن في مستشفى الثورة في مدينة البيضاء. قيل بأن ربما لسوريين أو رجال الجيش وجدتا هاتان الجثتان في مقربة من مدينة البيضاء في منطقة الدبوسية بالتحديد، وصلتا إلى مستشفى الثورة ولم يتم التعرف عليهما حتى الآن. بالنسبة بالأمس كان هناك أيضا ربما مشاكل أمنية في مدينة البيضاء، لكن ليس بالكم وليس بالشكل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك ربما عديد حالات القتل وما إلى ذلك، لكن هي حالة قتل واحدة فقط في مدينة البيضاء يوم أمس، بالإضافة إلى الجثتين اللتان وجدتا في منطقة الدبوسية. حالة قتل واحدة في مدينة البيضاء عبارة عن معركة أو عرض، نستطيع أن نقول أنه عراك ما بين يعني شابين في مقتبل العمر، وأدى إلى مما أدى إلى مقتل أحدهما والاحتفاظ على الآخر بمركز الشرطة واستمرار التحقيقات معه واحتفاظ أيضا على هويته، حتى الآن لم يتم يعني الإفصاح عن هويته أو اسمه أو عنوانه. نعم محمد شباح مراسلنا كنت معنا من البيضة، سنتواصل معك في الساعات القادمة لمعرفة آخر المستجدات هناك، شكرا لك.